معايا دلوقتي الأستاذ طارق محمود المحامي. أستاذ طارق يعني الأول خلوني أرحب بيه، برحب بيك في 90 دقيقة يا أستاذ طارق. أهلا بحضرتك يا دكتورة بسمة، والحمد لله على السلامة. شفت إزاي اللي حصل من منظمات المجتمع المدني في شرم الشيخ؟ المنظمات دي جميعها يعني دي كانت دي خطة مؤامرة مدبرة من المنظمات الخارجية دي اللي هي بتعادي السياسة المصرية والدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها. وأنا النهاردة تحديدا يعني دكتورة بس أنا تقدمت البلاغ ضد البنت أخت السناء دي عبد الفتاح، الولد المسجون ده أخت علاء عبد الفتاح. آه طبعا هي ضلع رئيسي، اللي هي اللي بتدير المؤامرة ضد الدولة، ولازم الناس تعرف كده، لازم الناس تعرف ان هي بتتخابر وبتتلقى تمويلات بصفه دوريه ومستمره من منظمات خارجيه اجنبيه معاديه للدوله المصريه. دي بتحاول تسقط مؤسسات الدوله المصريه، وطبعا احنا مش هنسمح لها بكده. اما قله الادب اللي حصلت دي هناك، دي مؤامره مدبره بعد المظهر الحضاري اللي اشاد بيه الدنيا كلها والعالم كله، وقمه المناخ وسياده الريس والتجهيزات والدنيا طالعه على اعلى مستوى. احنا نتفاجأ ان هي بتدير مؤامره ضد الدوله المصريه وتجيب منظمات مشبوهه وتتلقى منها تمويلات مشبوهه. هو اخوها ده محبوس في قضيه يا دكتوره ده؟ ما ده بقى سؤالي يا استاذ طارق، يعني حضرتك محامي. عايزه حضرتك تشرح للناس ليه علاء عبد الفتاح سجين جنائي. طيب انا اقول لحضرتك، هذا الولد المسجون ده حرض على الشرطه والجيش واعتدى على ممتلكات عامه وخاصه، ومفيش قضيه محبوسه على ذمتها بينفذ عليها قضيه راي او دي جامعه قضايا جنائية ضد صدرة فيها أحكام نهائية وباتة من قاضي جنائي عادي مش استثنائي. هو ما اتعرضش على محكمة أمن دولة طوارئ، دي محكمة جنايات اتعرض عليها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة وضد أشخاص ضدنا، يعني ضد جدنا حضرتك وأنا يعني معلش يا أستاذ طارق، يعني كان في تحقيقات وفي محاميين وكان في محكمة وكان في حكم. حكم ايه وبات يا دكتورة بس؟ ما ده ما فيهوش مساومة، ده اشمعنى ده؟ امال هم عايزين ايه طيب؟ هو اي دولة تفتكر او اي منظمات خارجية تفتكر دلوقتي ان هي تلوي ايد مصر ودراعها؟ مصر كبيرة وقوية وعظيمة جدا، ما فيش حد يلوي دراعها ابدا، والقيادة السياسية مش هتسمح بهذا أبدا. أنت دلوقتي بتقضي عقوبات نتيجة جرائم ارتكبتها في حق البلد. إيه؟ خير؟ بنت امبارح تطلع في المؤتمر اللي هي عاملاه، اللي هي أخدة عليه فلوس، اللي هي جايبة منظمات مشبوهة أجنبية عشان تعرض على الدولة، وبتساوى بالخارج وبتساوى برئيس بلد بريطانيا وفي أرضنا وفي بلدنا. دي ايه ده؟ ده هم يعني بيحسبوا نفسهم ليه؟ لا دي مصر بلد كبيرة جدا، ومصر توقف اي حد عند حده، واحنا مش هنسمح بكده، وقابلين قيادة سياسية مش هتسمح بكده. واحد يطلع على التلفزيون لك اصل رئيس الوزراء سولك هياخده في الطيارة، ياخد مين في الطيارة يعني؟ مين يعني؟ واحنا ايه يعني؟ دي مصر، مصر كبيرة يا دكتورة بسمة وحضرتك عارفة، وكل المصريين الشرفاء عارفين كده. دول لازم يتحاكموا، واحنا مش بتتلوى دراعنا. انا النهارده تقدمت للمستشار النائب العام بلاغ ضد البنت دي، اتهمتها فيها ان هي تتخابر مع منظمات اجنبية خارجية معادية للدولة المصرية، وان هي بتساوى بالخارج، وان هي بتتعمد تنشر اخبار كاذبة لتشويه صورة الدولة المصرية بره، وهيحقق فيه وطلبت ضبطها واحضارها ومنعها من مغادره مصر. وحضرتك عارفه انا اللي هي باع بقى مع الخونه ندوس كبير قوي يعني طبعا. مش كده طبعا. طيب استاذ يعني طارق، استاذ طارق انا عايزه حضرتك تقول لنا انه منظمات المجتمع المدني الدوليه دي دورها ايه؟ ومين بيمولها؟
مين وراها؟ ما انا اقول لك حضرتك بقى، كل المنظمات المشبوهه اللي كانت ممثله في المؤتمر الصحفي المشبوه دي بتمول من اجهزه مخابراتيه اجنبيه بتسعى لاسقاط الدوله المصريه. ده قولا واحدا، واحنا شفنا واحنا متعودين من بعد 2011 هم بيحسبوا الوضع بتاع 2011 ده ممكن هم يعيدوه مره اخرى. وده بيتزامن يعني كل اللي انت شايفاهم دول حضرتك يا دكتوره بسمه، دول ايه؟ دول بيتوائموا بينسقوا مع كل اعضاء الجماعه الارهابيه الخونه اللي كلهم دلوقتي متجمعين فين يا دكتوره؟ في لندن. والناس بقت فاهمه، الناس فاهمه ان في دول دلوقتي بتحاول. شعب واعي يا استاذ محمود، شايف النجاح في شرم الشيخ ومستكتره ومش طايقه ومش قادر. مش قادر. التفكير السليم جدا مليون في المية. طبعا شايف المظهر الحضاري اللي ظهر في الدولة المصرية اللي كان أكبر مظهر حضاري على مدى القمة اللي فاتت ال 26 اللي فاتوا، هو دلوقتي بيحاول إن هو يعبث في الأمن القومي، بيهدد المصالح العالية للبلاد والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية مش هتسمح بكده أبدا. احنا مش دولة صغيرة يا دكتورة بسمة، المصريين المواطنين المصريين قبل مؤسسة الدولة هم دلوقتي اللي بيتصدوا للمؤامرات دي وبيقفوا في وشها وبيفشلوها. دلوقتي يعني ايه يعني؟ يعني انتم متجمعين مع منظمات مؤتمر، يعني احنا هنرجع بقى 7-8 سنين؟ لا مش هنرجع، لا مش هنرجع. واي حد راضي يعني احنا خلاص سبقنا بخطوات وسبقنا بسنين، احنا في حتة تانية خلاص، نجاحات ومشروعات في حتة تانية. وعلى فكرة اللي حاصل في كاب 27 ده ربنا، ده ربنا عايز يبين لكل العالم وللشعب المصري وكل واحد كان متشكك او كل واحد كان بيقول له بص شوف ايه اللي بيحصل وبلدك قوية وناجحة ازاي. وهم جالهم جنان جنان غير مسبوق من المظهر اللي ظهرت عليه الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادات الدولة في المؤتمر ده. عشان كده على طول بيحاولوا يعملوا مخططات ومؤامرات يا دكتورة بسمة، وحضرتك عارفة هذا الكلام، والمواطنين عارفين كمان ان هم يحاولوا يعبثوا في امن الدولة. يا ما دقت على الراس طبول استاذ طارق، وبشكرك جدا استاذ طارق محمود المحامي.